وأتى بعض الراقصين من دول عربية مثل مصر والأردن، وأخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك وروسيا. احنا النهاردة في الأول مرة في مهرجان دبي الدولي 2014، وهي مصر أول مرة شارك بالفئات الهيب هوب في المهرجان ده، فاحنا نعتبر اول ناس يعني هيب هوب بتخش المهرجان ده. والايفنت كان هايل جدا، الناس كانوا يعني مبسوطين زي ما احنا كنا مبسوطين بالظبط. المهرجان كان فرصه لخلق اعمال وابداعات جديده من مختلف انحاء العالم، فاستثناء الرقصات كانت هناك مسابقات وورش عمل تتيح الفرصه لكل من يريد تعلم الانواع المختلفه من الرقص. رشا خياط، العربيه، دبي.